سيجمع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بين الإسباني رافائيل نادال الساعي إلى تكريس سطوته في ملاعب رولان جاروس وغريمه الصربي نوفاك جوكوفيتش الطامح إلى لقب ثان يتوج به موسمه المثالي. وبلغ نادال المصنف ثانيا النهائي بفوزه على الأرجنتيني جفارتسمان بثلاث مجموعات تفاصيلها 6-3 ومثلها في الثانية و7-6 في المجموعة الثالثة، فيما تخطى جوكوفيتش المصنف أول اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس بصعوبة بثلاث مجموعات لاثنتين.